أنا شعبان ستيتي، مترشح يعني مات عن سرطان، عمره 44 سنة، عندي تقني سامي بتكييف الهواء 3 سنين، وسيكون برنامج الانتخابي منطلق من الحياة اليومية التي يعيشها المواطن في المنطقة خاصة، وكذلك في المناطق الأرياف بصفة عامة. سيكون في المجال السياسي المشاركة الفعالة في المجلس المحلي وممارسة الوظيفة بكل أمانة، تمثيل الجهة أحسن تمثيل والدفاع عن مطالب المتساكنين والأنصات الدائم لمشاغلهم. أما في المجال الاقتصادي سيكون العمل على تفعيل القرارات المتناسبة مع مصلحة المؤسسة والمواطن، العمل على خلق مناخ اقتصادي مشجع في جلب الاستثمار كالسياحة الجبلية مثلا عندنا في المنطقة غادي، تشجيع القطاع الفلاحي والفلاحين، والعمل على إيجاد الحلول لمختلف الإشكاليات والصعوبات، كما يمكن دعم صغار الفلاحين وتوجيههم والإحاطة بهم. في المجال الاجتماعي ستكون مجال اجتماعي العناية بالفئات الهشة وضعاف الحالة وفاقة السند وذوي الاحتياجات الخصوصية، كذلك البحث عن حلول لتحسين وضع العمال والعاملات في المجال الفلاحي، الدفاع عن المقدرة الشرائية. في مجالات أخرى مثلا العمل على استكمال المشاريع المعطلة وتهيئة المسالك الفلاحية والغابية لفك عزلة المتساكنين، استحثاث نسق مشاريع الماء الصالح للشراب، وإعادة النظر في وضعية المجامع المائية، ودعم الشباب والرياضة. أما ستكون كلمة الأخيرة، نطلب من أهالي المنطقة أحرار المنطقة ومتساكني المنطقة في يوم الاقتراع باش يمشوا ينخبوا بكثرة ويختاروا الشخص المناسب في المكان المناسب، وإن شاء الله نكون أنا بتباع بما فيه خير المنطقة وأهاليها الذي يعانوا من تهميش متواصل. عندنا عباد متخرج وقاعد، عندنا كذا بطالة، وعندنا كذا، وإن شاء الله هذه ستكون بادرة خير للمنطقة والمعتمدية وتونس بصفة خاصة، باش نصلحوا برشا حوايج اللي يمكن تصلح بما فيه خير البلاد انتينا. وشكرا.